بسم الله الرحمن الرحيم. الوصف النباتي للملوخية. ربما تكون الصين موطنها الأصلي، وهي عموما تنمو بريا في المناطق الاستوائية في قارتي آسيا وأفريقيا. والملوخية نبات عشبي حولي، توجد مادة مخاطية في جميع أجزاء النبات. الجذر: تزرع الملوخية بالبذرة مباشرة في التربة، لذلك فالجذر وتدي أصلي ولكنه قليل التفرع. الساق: ساق الملوخية قائمة ملساء مستديرة المقطع العرضي ومصمتة، تتخشب بتقدم النبات في العمر مع ظهور تجويف صغير بطول الساق، وقد يصل ارتفاعها من متر إلى 1.5 متر. الأوراق: تحمل الأوراق متبادلة على الساق ويكون لونها أخضر، وهي أوراق معنقة وقمتها حادة وحافتها مسننة. الأزهار: تحمل الأزهار في مجاميع من 2 إلى 3 أزهار، وقد تحمل فرديا أحيانا، وتتكون عادة مقابل الأوراق على الساق، وهي أزهار خنثى صفراء اللون يبلغ قطرها 1 سنتي، وهي معنقة، ويتكون الكأس فيها من 5 سبلات، والتويج من 5 بتلات صفراء اللون، والطلع 10 أزدية أو أكثر، والمتاع علوي به 5 غرف. والتلقيح في الملوخية خلطي بالحشرات. الثمرة: الثمرة في الملوخية علبة طويلة مسحوبة من طرفها، وتوجد عليها 10 ضلوع بارزة، يتراوح طولها من 5 إلى 10 سنتي، وقطرها من 0.5 إلى 8 سنتي. تنشق عند النضج من 5 مصاريع، وينثر منها البذور. البذور: البذور في الملوخية صغيرة هرمية الشكل، يتراوح قطرها من 1 إلى 2 مليمتر، لونها أخضر قاتم، ويحتوي الجرام على 500 بذرة تقريبا.